بجدد حب حضراتكم من جديد، واكيد جه ميعادنا مع اخبار القلعه الحمراء النادي الاهلي اللي كان يمكن بالامس الشارع الاهلاوي كله في حاله من الحزن الشديد بعد لقاء الامس والتعادل السلبي امام نادي فاركو، والعديد والعديد من الحاله اللي يمكن الجمهور كله على السوشيال ميديا وواحد المتابعين على السوشيال ميديا واللي كانوا داخل ارضيه الملعب كان حاله من الاستياء بشكل كبير جدا زي ما شفنا قدام حضراتكم. كمان ده الهدف الابيض اللي كان احرزه بيرسي تاو واتلغى بداعي التسلل من اداره المباراه تحكيميا من احمد الغندور حكم الساحه اللي قدام حضراتكم، وحاله من اللغط اثيرت حول الغاء هذا الهدف والعديد والعديد من المشكلات اللي كان بيواجهها النادي الاهلي تحكيميا في هذه المباراه. وهناك ايضا يمكن اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اليوم للوقوف على اخر المستجدات بالنسبه لفريق الكوره الاول وتصريحات الخاصه به ايضا المدير الفني للنادي الاهلي. النهارده كمان الاهلي يعني بيبدا بقى حاله من التركيز، بيحاول ان هو ينقذ ما يمكن انقاذه، بيبدا الجهاز الفني للنادي الاهلي التركيز في مباراه الاتحاد السكندري المقرر لها الاحد القادم بالاسكندريه في الجوله 29 لبطوله الدوري الممتاز، وبيتطلع طبعا النادي الاهلي لتحقيق فوز في مباراه الاحد القادم لتصبح لتصحيح المسار. واغلق الجهاز الفني ملف مباراه فاركو اللي اقيمت مساء الامس وانتهت زي ما احنا قلنا بالتعادل السلبي، وطلب سوارش لاعبي النادي الاهلي بالتركيز في المباريات المقبله من عمر بطوله الدوري والعمل بجد واجتهاد من اجل الفوز بجميع المباريات. بيواصل لاعبي النادي الاهلي التدريبات اليوم بدون راحه استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري، كمان في اتجاه داخل النادي الاهلي لاقامه معسكر طويل في محافظه الاسكندريه نظرا لان الفريق هيخوض 3 مباريات متتاليه هناك، بدايه من مباراه الاتحاد السكندري يوم الاحد القادم ثم المصري واخيرا مباراه الاسماعيلي. فيعني تفاديا لحاله الاجهاد والسفر الاقرب انه هيقيم نادي الاهلي في معسكر مغلق في الاسكندريه خلال الفتره المقبله، لعل وعسى كمان يكون عنده فرصه لما تقفل على اللعيبه يبقى في تصحيح لبعض المواقف اللي ممكن بيبقى شايفها سلبيه للاعبين في المباريات، فرصه لسوارش انه يعدي الكثير من الوضعيات الخططيه للفريق. لسه مع اخبار النادي الاهلي ومسلسل الاصابات مش بينتهي اكيد في النادي الاهلي، واشتكى الدولي التونسي علي معلول الظهير الايسر لفريق النادي الاهلي لكره القدم طبعا من الاصابه العضليه الخلفيه عقب نهايه مباراه الامس امام فاركو، واشتكى معلول من الاصابه في العضله الخلفيه بعد نهايه المباراه وما ظهر على عليه بعدما طبعا اطلق الغندور حكم اللقاء صافره النهايه. ومن المقرر ان يخضع معلول للفحص الطبي قبل انطلاق مران الاهلي لتحديد حجم الاصابه وموقفه من المشاركه في التدريبات الجماعيه. لسه مع المصابين في مستشفى النادي الاهلي حسين الشحات لاعب النادي الاهلي كمان خلاص يعني المرحله الاخيره او يعني المرحله القادمه بالنسبه له هيبقى الجري حول الملعب بعد حوالي 3 أسابيع من الان عقب العمليه الجراحيه اللي خضع ليها اللاعب مؤخرا في غضروف الركبه بقطر، وبيقود الشحات حاليا برنامج تاهيلي للتعافي من هذه الاصابه اللي ستبعده عن الملاعب قرابه الشهرين، ويؤدي الشحات حاليا تدريبات بسيطه في قطر على ان يعود الى القاهره خلال الايام القليله، وسوف يستكمل تدريباته التاهيليه في القاهره فور عودته من قطر على ان يبدا بعد 3 أسابيع من الان تدريبات الجري حول الملعب.